هذه سائلة تقول: ارتديت النقاب منذ بدأت الإحرام حتى جئت إلى مكة، فهل عمرتي مقبولة؟ إذا كنت جاهلة ما عليك شيء، العمرة صحيحة، لكن إن كنت جاهلة ما عليك شيء، وإن كانت عالمة أنه ما يجوز لبس النقاب عليك الفدية، عليك الفدية، مخير كما ذكرنا بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما إن كنت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليك. نعم.